لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. بعد التحية دكتور محمد، وزارة الصحة أعلنت أن بيانها اليومي بشأن إصابات ووفيات كورونا سيصدر أسبوعيا بدلا من يوميا بعد انحسار الإصابات وتحسن الأوضاع. ما دلالة ذلك وما هي آخر تطورات مواجهة الفيروس وتحوراته حتى الآن؟ شكرا يا فندم. وطبعا واضح تماما ان في فعلا زي ما حضرتك قلت في التقرير انكسار في اعداد الحالات او الموجه الخامسه، اللي هي الحقيقه جت متلاحقه تماما وسريعا بعد الموجه الرابعه نتيجه لانتشار المتحور الجديد اوميكرون من فيروس كورونا. فعلا لوحظ تناقص مستمر في اعداد الحالات المصابه وحالات التي تحتاج دخول المستشفيات او الرعايات المركزه، وايضا الحمد لله هناك انخفاض كبير في اعداد حالات الوفاه، وده طبعا حالات الوفاه بتكون حالات تراكميه نتيجه الاصابات الشديده خلال الاسبوعين اللي فاتوا. طبعا هذا الوضع الحالي الحمد لله مطمئن، يعني انخفاض كبير في عدد الحالات، معظم الحالات اللي هي موجوده حالات قليله والاعراض بسيطه، لكن طبعا زي ما صدر في بيان الوزاره ما زال هناك بعض الحالات، ما زال هناك بعض حالات في العالم كله. فإذا احنا ما زلنا بنتعامل مع هذا الفيروس او هذا الوباء. نتعشم طبعا ونتمنى ان يستمر الانخفاض باستمرار في اعداد الحالات ولغايه ما تنكسر تماما الموجات المتتاليه من الاصابه بفيروس كورونا ونوصل الى مرحله نوع من الاستقرار في عدد الحالات القليله اذا كانت موجوده، أو اختفاء يعني الشكل الوباء اللي هو المرض في الشكل الوبائي، ونتمنى أن يستمر ذلك. نتمنى ذلك دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شكرا جزيلا لك.